وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد السفير دكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. سيادة السفير، كيف ترى أهمية قمة اليوم بين رئيس السيسي ورئيس بوروندي والدفع قدما باتجاه تعزيز التعاون بين الدولتين؟ في الحقيقة أعتقد أن هذه الزيارة بتشكل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. العلاقات أصلا بين مصر وبوروندي علاقات تاريخية منذ الاستقلال البوروندي في الستينات، وكان هناك دعم مصري لهذه الخطوة في إطار فترة التحرر من الاستعمار، وتطورت العلاقات إلى وصلت إلى مرحلة تتسم العلاقات فيها بعلاقات متنوعة وطيبة. لكن في هذه الزيارة نستطيع أن نقول أن هناك نقلة نوعية على النحو الذي يمكن أن نقول إن لم يكن تم بشكل صريح في كلمة السيد الرئيس أن هناك شراكة استراتيجية بين بوروندي وبين مصر. أن الزيارة نتجت عنها مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم، وأيضا تدعيم للعلاقات في كافة المجالات، فسواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بتشعباته وأفرعه المختلفة. وبالتالي أعتقد أن هذه الزيارة خاصة وأن بوروندي إحدى دول حوض النيل، وبالتالي كان موضوع ملف المياه في تقديري وأعتقد طبقا لما تم الإعلان عنه أيضا هناك تعاون وثيق في هذا الملف، سواء على مستوى دول حوض النيل أو على مستوى حتى مسألة أزمة سد النهضة، بالتأكيد على حق الدول الثلاث في أن يكون لهم حقوق طبقا للقواعد المعمول بها في القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية والثلاثية بين الأطراف ذات الصلة. الاتفاق القانوني الملزم اعتبارا أخلا بالمبدأ عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف والاستخدام المنصف والعادل للمياه. نعم سيادة السفير، العلاقات ما بين مصر وبوروندي هي جزء من التحرك المصري الجديد الذي انتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه للمسؤولية للعودة بعمق إلى العمق الإفريقي مع توطيد التعاون مع دول حوض النيل. تقديرك لهذا التحرك؟ هذا التحرك لا شك يمثل رصيد تراكمي لما تم إنجازه في العلاقات المصرية الأفريقية. التحرك المصري ربما بدأ قبل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، لكنه اكتسب زخما قويا أثناء فترة الرئاسة وما بعدها، على نحو أن هذا التحرك شمل كافة المجالات، سواء كان المجال الأمني بتفريعاته المتعددة، سواء في المجال الملف السياسي، سواء في الملف الاقتصادي، سواء في الملف الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالشباب والمرأة. أعتقد أن بالنسبة لهذا التحرك سيمثل نقطة انطلاقة جديدة تضيف للرصيد التراكمي لمصر في إطار العلاقات المصرية الأفريقية، وكما أشرت هذا يعني مرتبط بكافة المجالات على النحو الذي يمكن أن نقول أيضا أن هناك شراكة استراتيجية بين مصر ودول القارة الأفريقية في الإطار المتعدد. نتحدث عن الأمن في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإبجار بالبشر واللاجئين والنازحين والهجرة غير الشرعية، الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، نتحدث أيضا عن الأمن والاستقرار في بعض الدول التي تشهد نزاعات مثل الأزمة الليبية، الأوضاع في السودان في جنوب السودان. دور مصر واضح ومؤثر في كل هذه الأمور. أما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي فأعتقد ما تم إنجازه على مستوى اتفاقية التجارة الحرة القارية أعتقد كان إنجازا كبيرا، خاصة أنه ارتبط ببنية تحتية قوية تشمل كافة أنواع البنية التحتية، سواء طرق نهرية بحرية سكك حديدية ربط كهربائي، حتى أيضا المشروعات الكبرى ما بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأيضا خط القاهرة كيب تاون. أيضا هناك اتجاه قوي على مستوى القارة الأفريقية لإطلاق استثمارات في قطاعات إنتاجية عديدة من شأنها أن عندما تحدث تلك الطفرة في إطار التنمية المستدامة في برنامج 2063 أن يحدث تنشيط للعلاقات التجارية في إطار الاتفاقية المشار إليها. لا شك أيضا الملف الاجتماعي شاهد أيضا تطورا كبيرا في إطار مكافحة ظاهرة فيروس كورونا وما يرتبط بها من تغيير في النظم الصحية في كل في الدول الأفريقية وتوزيع اللقاحات بشكل جيد وبناء القدرات. أيضا فيما يتعلق
بإنتاج بمشروعات كبرى ما بين دول القارة الأفريقية، سواء في المجال الزراعي أو الإنتاجي أو أيا كان، أو التعجيني بصفة خاصة. نعم، أشكر ضيفي عبر الهاتف السيد السفير دكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك.